امبارح لما ناقشنا قضية المدرسة اللي في الشرقية، كان هدفنا هو حماية النشء والأطفال، ومش هدفنا أبدا إنه في حد يقفل مدرسة، ولا يجب أن يغلق أحدا أي مدرسة. هنا المشكلة الأساسية اللي حصلت طبعا إنه بدأ التحقيق، وده كويس، في هذه الوقائع اللي تناولناها بالأمس. اللي حصل امبارح طبعا شفتوا ازاي احد المدرسين بيعلم النشء والاطفال والتلاميذ ان الحضارة الفرعونية حجارة واصنام، وان التهكم على الجيش وانتصارات الجيش وانتصار اكتوبر والتعامل مع كل ده على انه يعني اي كلام، بالاضافة الى جمل احنا ما خدناهاش فيها، يعني مش عايز اقول لكم بقى شتيمة في الجيش والجيش ده. هنا الخطر هو انه النشء والاطفال هيطلعوا عندهم هذه الافكار. لما نرجع بينا كده هنلاقي ان احنا بنتلقى الوعي في المدارس من الجهات الاساسية التي نتلقى فيها الوعي، والوعي ده بيثبت في اذهاننا بعد كده. خلاص هيبقى في ذهنه ان الحضارة اصنام، وهيبقى في ذهنه ان الجيش والانتصارات والعبور وكل ده إذعان وخضوع، ما كانش انتصارا، بالإضافة إلى أنه كمان حكاية ضرب الناس علشان الصلاة وهو عندهم 7 سنين و6 سنين، هي مهمة المدارس التعليم، ومهمتهم أيضا أنهم يهذبوا النشء والأطفال ويعلموهم، هي تربية وتعليم. إنما اللجوء طبعا للضرب بهذا الأسلوب، واللي أهم من كده إنه يبقى في أفكار بتنتشر بالشكل اللي تناولناه. النهارده في أكثر من جهة قامت بالتحقيق وتم إحالة المتسببين في ذلك للمساءلة والمحاسبة. تعالوا أسترجع معاكم ما حدث ورد الفعل في هذا التقرير. لو عاوز تحكم على أمة بالجمود والتخلف والجهل، انت مش محتاج تعمل حاجة تانية، محتاج انك انت تحط في المدارس الابتدائية مدرسين بالشكل ده. في صدى لما أذاعه العاشرة مساء أمس حول تجاوزات بإحدى مدارس الشرقية، صرحت وكيل وزارة التربية والتعليم هناك بأن وفدا من الوزارة يجري تحقيقا مع المدرسين والإدارة بشأن إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب، ووصف أحد المدرسين للحضارة الفرعونية بالأصنام، وإساءته لأبطال حرب 6 أكتوبر. إجا أولادي في إعدادي بيقول يا ماما عندنا مدرس، أنا مش هقول اسمه، بيجي يشتكي، بيجي يقول يا ماما الجيش تحت الجزم، النجوم في السماء والجيش تحت الجزم. قلت له لا ما ينفعش يا بابا. قال لي ما احنا كل ما بنقول له كده لا يروح مدي اكتر. قلت له طب بصوا بقى اشتكوهم. قال له ما حدش هيصدقنا. فبعدين لقيته في مره جاي بيقول لي ده انا زمايلي سجلوا له. قلت له هات لي التسجيل من زمايلك. بنحتفل بحضاره ويقول لك 3 4000 و7000 سنه وانت ولا عملت فيها حاجه، ولا تعرف ان هي حضاره فيها اصلا، ولا تعرف عنها حاجه خالص. شويه حجاره شفتها، شويه اصنام عمال تروح تزورهم. الله شوف الحضاره، مش عارف الله ده شفنا فرعون ما عملش غيره تكسب، تقول ده احنا الفراعنه اتكفر عايز الفرعون، حد ينتسب لفرعون كبر. ده مصر دي فرعونيه، بقول لك مصر فرعونيه، انك كافر ولا مسلم. النصر بتاع نصر اكتوبر وبسم الله الله اكبر ومش عارف ايه، وعبرنا وبهدلنا وعدينا ومتنا ومش عارف ايه والكلام اللي هم بيقولوه ده، وانا قتلت والكلام ده، واحنا اول طلعه جويه وانت طالعه بتنجانيه، والراجل عمال يقول لك لقد حطمت قوتنا البواسل مش عارف خطر ولا، هم لسه ما عادوش قناه السويس. هل السلام يتسمى سلام لو في طرف ضعيف؟ هل يتسمى سلام؟ ما يتسماش سلام، يتسمى خضوع وخضوع وذل. احنا كنا اقوى، احنا كنا اقوى فعلا، ما عملنا سلام ليه؟ احنا قلنا اقوى واحد قوي. لو كان بيقول لي ان الجيش ملوش لازمه ومش عامل حاجه، وان الاثار فرع والاثار اصنام، وبقول الجيش ده بتنجان ومصر ما فيهاش جيش اصلا، ده يعتبر ويصيف مصر اصنام.